مش عارف ليه حسستيني ان الشرطه متقدمه لطلب يد الشعب مثلا او لا هندخل في السخريه. بص يا عمرو، علاقه عاطفيه جدا. عمرو انا ما قلتش علاقه، لا معلش هندخل في خليوش يا استاذ. لا لا كمل كلامه، خليوش يا استاذ. علاقه بين الشعب والمؤسسه، الموضوع مش كده خالص. احنا بنتكلم على حادثه بحد ذاتها، بنتكلم على حادثه حصلت سنه 2017 ملهاش اي علاقه ب 2011، ملهاش اي علاقه بالوضع اللي لا انا ما قلتش ليها علاقه ب 2011 على فكره. طب خلينا كمل، اديني فرصتك، خلينا كمل، اديني فرصتك. فاللي حصل ملخصه انه تكرار لمشكله موجوده في جهاز الشرطه المصري، وهي مشكله تعامل جهاز الشرطه مع الاعلام في كل القضايا اللي جهاز الشرطه كان فيه عليه كلام. كان المشكله الاكبر دايما هي اسلوب تعامل هذا الجهاز مع الاعلام، وانا بطالب ان الشرطه لازم يبقى عندها جهاز اعلامي، ولازم الجهاز الاعلامي ده يبقى حلوة على درايه. لا ما هي هي هيقول حاجه دلوقتي. انا عجبتني الحقيقه انه ده بيؤثر بالتاكيد على ثقه الناس في جهاز الشرطه لاسباب يمكن ملهاش علاقه باداء الشرطه كشرطه، لكن ليها علاقه بالتاكيد بالاداء الاعلامي للشرطه.